أو شقة أو أرض للعمار، بدك تسكن وتتجوز، بدك تنتقل على شقة أكبر، 3 غرف نوم وصالون ودار، ما عندك وقت تبرم على الشركات أو المشاريع أو تشوف شي سمسار. هلا صار في عنا برنامج بيوتنا، هو بيبرم عنك، ما تتعب وما تحتار، عم نصور لك الشقة بالنهار ونحط لك الأسعار، ما عليك إلا تتصل وتختار، برنامجنا مثله ما صار. الشيخ إدريس المغربي، هل لديك مشاكل صحية والطبيب لا يأتيك بالعلاج الشافي؟ هل لديك صداع مزمن وألام تزيد يوم بعد يوم؟ هل يتراءى لك أشياء مخيفة؟ هل لديك أوجاع في الظهر والكتفين؟ هل لديك تشنجات بين الأكتاف؟ بادر في الاتصال، انت بحالة من السحر، انت بخطر، بادر بالاتصال للكشف على مشاكلك، انت مسحور. من خلال برنامجنا طبعا رح منحط الناس اللي منقلهم بروفيشنال، وإذا بدنا نحكي عن البروفيشنال واللي معروف بعالم الشعر المستعار رح يكون معنا الأستاذ اللي عنده تاريخ طويل جداً والأول، حتى إذا نحن ما بدنا نكون مبالغين، بس هو فعلاً الأول بالشعر المستعار، أنطوان الياس كرم. أما بخصوص بيتكم وفرشكم والفخامة اللي بتكون موجودة بالسجاد العجمي، فرح يكون معنا خبير السجاد العجمي أكبر صمدي. بتمنى أنه برامجنا تنال إعجابكم وتكون متنوعة ونكون عند حسن ظنكم.